تسكت العدوية. تسكت تسكت. النهاردة يسكت يسكت. النهاردة بنطالب بطرد قطر من الجماعة العربية. النهاردة يوم للمصريين، هؤلاء الذين خرجوا بروح مصرية وبإرادة مصرية وبكرامة مصرية عشان يطالبوا بخروج قطر من الجماعة العربية. قطر لم تعد دولة عربية، فقد فقدت عروبتها. قطر أصبحت ذراع لأعداء مصر والمتربصين بالعرب والمسلمين. قطر أصبحت تهدد أمن الشعوب العربية، وعلينا أن نتحد وأن نستيقظ من هذا الثبات العميق. علينا أن نخرج لنواجه قطر ونسقط الحكام الظلمة الإرهابيين في الدوحة، وعلينا أن ندعم الشعب القطري في ثورته ضد إرهاب حكام قطر، وعلينا أيضا أن نتجه للمحكمة الجنائية الدولية وأن نطالب بمحاكمة حكام قطر الإرهابيين أمام المحكمة الجنائية الدولية وتقديمهم إلى محاكمات أمام العالم نتيجة ما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية في سوريا والعراق وليبيا والسودان وتونس ومصر الآن. ولكن مصر ستكون النهاية لهم، مصر ستكون الصخرة التي يتحطم عليها إرهاب قطر إن شاء الله.